أنا في إحدى الدول الأوروبية منعت من إلقاء محاضرة لأن بعض اليهود في تلك الدولة وصلوا للشرطة شريط، شوف دولة أوروبية ليبرالية ها يعني يدعون حريات، وصلوا لهم شريط لمحاضرة من محاضراتي أقول أن الشذوذ الجنسي حرام. الشذوذ الجنسي حرام بالنسبة لهم مسموح، وهذا ضد حقوق الإنسان عندهم، إذا هذا إنسان ضد حقوق الإنسان امنعوه من إلقاء محاضرة في مركز في أوروبا. تخيل أوروبا، يعني شوف الغريب شيخ، حتى الشذوذ اليوم خل أوروبا، الشذوذ الجنسي حتى بعض العرب يطالبون فيه، يطالبون بإباحته، يطالبون بأن حق إنساني هذا، أن هؤلاء لازم، بعضهم يطالب بإنشاء جمعيات. عندنا كاتب كويتي للأسف سنتحدث الموضوع، تفضل يا شيخ، يطالب بإنشاء جمعية للشواذ جنسيا، يطالب بحقوقهم. أنت شاذ فكريا، إذا هؤلاء شاذين جنسيا أنت شاذ فكريا يا أخي، إيش تطالب فيه؟ إحنا لما نطالب بالعفة ما نطالب بالعفة لأن دين إسلامي وبس، نطالب لأن هذه فطرة بشرية، لأن الشياطين هي وراء الرذيلة.